سمعنا حاجة ايوه قبل بس ما نقفل معاكي، ان شاء الله تبقي منورانا هنا المرة الجاية وتغني لنا بقى في اه حلقة. وتغني لنا كتير بقى. سمعنا ان بالظبط انت لما يكون ممكن. عايزة تعملي غنى اوبرا بس عربي، ده حقيقي؟ يعني بصي، هو اوريدي الاوبرا في يعني اتمثلت شويه، يعني في كذا حاجه، حد عمل اوبرا بس بالمصري مثلها يعني، فده اوريدي حاجه موجوده، بس طبعا انا احب ان انا اكمل في ده لان هي حاجه ناجحه جدا، نجحت وقت لما عملتها انا، فانا شايفه ان دي حاجه ممكن تخلي ناس اكتر تحب الاوبرا في مصر او تنجذب لها اكتر، يعني تبتدي تبقى انترستد ان هي تحضر الاوبرا، عشان اللغه طبعا دايما تبقى حاجز يعني للناس، فده مفهوم. يا شكرا فرح، يا فرح، نورتينا يا فرح قوي قوي قوي، انت والف عارفه يا مبروك. فرح ان انا بعد ما البرنامج يخلص على طول هبقى اول واحد بعمل لك فولو على الانستجرام بتاعك، اكيد فرح الديباني اول واحد اعمل لك فولو على الانستجرام علشان اشوف الاغاني بقى لحد احنا ما تزورينا ان شاء احنا الله الثلاثه هنعمل لك فولو. باذن الله. لا ميرسي جدا، ميرسي جدا، نورتينا يا فرح، والف يا فرح. مبروك، ويعني شرفت يا رب مصر. على طول.